الا بضمانات جرانتيز. الجرانتيز دي ممكن تبقى اما ديبوزيت يعني وديعه في البنك، سيفنج سيرتيفيكيتس يعني ودائع او ديبوزيت يعني، او ترانسفيرد سالاريز مثلا. ترانسفيرد سالاري يعني واحد بياخد مرتب معين فبيبقى متحول للبنك، فبالتالي البنك بيخصم الاقساط بتاعه القرض من المبالغ اللي هي المحوله من جهه العمل بتاعه هذا الشخص يعني. طبعا الحاجه الثالثه بتبقى اذا كان عندك اصول معينه او حاجات زمنيه بضمان مثلا عقار، بضمان ارض، بضمان حاجه بالشكل ده. فالبنك ما بيديش اي قروض الا في بوجود ضمانات، بوجود ضمانات، لان الشخص ده لو توقف عن الدفع البنك هيجيب فلوسه منين؟ وعلى فكره برضو كمعلومه شباب، لما واحد بياخد بضمان المرتب بتاعه، طب افرض لا قدر الله حصلت وفاة لهذا الشخص، مين اللي يضمن فلوس البنك؟ البنك بيبقى متفق مع شركات تأمين على الحياة، بحيث ان هو لو الشخص دوت يعني حصل له اي حاجة، شركة التأمين هي اللي بتدفع الفلوس اللي على هذا الشخص يعني. طبعا ده بيبقى في مقابل ان اقساط القروض بتبقى بتزيد شويه، بتزيد بمقدار القسط اللي بيدفع لشركات التامين. طيب لما انت بتاخد بقى بضمان حاجات مودعه عندك يعني اذا كانت given based on saving certificates، فلو كانت الودائع مثلا في الوقت الحالي الودائع بتدي او الشهادات البلاتينية بتاعت البنوك بتدي 11%، الانترست ريت اللي بيتحاسب عليه في البنك بيبقى 3% زيادة، فبيحاسب على 14% انترست، بيحاسب على 14% انترست يعني. كويس. إذا كان اللون given under transferred salary، the loan monthly installment، القسط الشهري، should not exceed 50% of the monthly salary. إذا كان الشخص ده بياخد مرتب مثلا 5000 جنيه، يبقى القسط لازم ما يزيدش عن 2500. كويس؟ في طبعا بعض الـ special loans given to encourage investment under restricted conditions، يعني في حاجات بتمنحها الدولة، دي حاجات استثنائية يعني عشان واحد مثلا يعمل مشروع أو حاجة زي كده. اللونز دي given at fixed rate 5% بس لازم تثبت ان عندك مشروع، وان المشروع ده ليه سجل ضريبي وليه سجل تجاري وملف ضريبي ويقتنع البنك ان ده مشروع بروميسنج يعني ممكن ان هو يدي ارباح كويسه، فبالتالي يدي لك قرض ب 5% بس. ده طبعا دي مبادره من الحكومه لتشجيع ان واحد يعمل مشروع لنفسه، دي ممكن تبقى بالنسبه لكم جايد لو حد عنده انترست انه يعمل شركه صغيره، انه يعمل اي نشاط، بس يعمله رسمي، وممكن ياخد قرض من البنك بفايده 5% فقط. دي حاجات سبيشال كيسز، ودي ما هياش دي اوتسايد السكوب بتاع الكوست بتاع، دي حاجات خاصه جدا ان انت لو هتعمل مشروع يديك على اساس 5% ربح. زي برضو في حاجة تانية يمكن أنا ما كتبتهاش، اللي هو مثلا برضو دي تنفعكم يا شباب كمعلومة، موضوع التمويل العقاري. يعني لو في حد منكم دلوقتي عايز مثلا يشتري شقة، فالحكومة ممكن تمول لك شراء الشقة دي بفايدة 3% فقط، ودي أنا شفتها فعلا عمليا يعني 3%، وعلى أساس إن الفايدة 3% دي والفلوس بتدفع على 30 سنة، فبالتالي القسط بتاعها بيبقى بسيط جدا. يعني أنا شفت حالة واحد خد 360 ألف جنيه، 360 ألف جنيه دي
بيدفعهم 1500 جنيه في الشهر لمدة 30 سنة. طبعا يا بلاش يعني 360 ألف، كأنهم هيدفعوا على مدى 30 سنة 540 ألف. دي الفايدة، دي فايدة يعني بالحساب بتاعنا تطلع 3% بالظبط، 3%، ودي فايدة بسيطة جدا جدا جدا. يعني بعض انتوا كشباب تقدروا تستفيدوا من الموضوع ده، بس الفلوس دي انت ما بتاخدهاش فلوس في ايدك، الفلوس دي بيدفعها البنك للي بيبيع لك الشقة، بيدفعها البنك للي بيبيع لك الشقة، يعني انت ما بتاخدش فلوس في ايدك. وبعدين انت بتمضي على انك خدت ايه، خدت قرض يعني، وبعدين انت بتكون ماضي بقى الاوراق بتاعت الشقه وكده. طبعا الشروط ان الشقه تكون، العماره تكون واخده ترخيص مظبوط، ان الشقه تكون في دور مطابق للرخصه، يعني مثلا العماره دي 8 ادوار وانت واخد في الدور السادس وهي مترخص لها 8 ادوار، اوكي ما فيش مشكله. لكن ما يبقاش العماره دي مترخص لها مثلا 6 ادوار وبعدين انت واخد شقه في الدور الثامن، ما ينفعش انك في الحاله دي خرجت بره الرينج بتاع الايه، بتاع الرخصه. ولازم العماره تكون الارض متسجله، ولازم الشقه تكون متسجله، يعني لو صاحب الشقه دي مسجل الشقه شهر عقاري والرخصه بتاعتها سليمه وفي الادوار المظبوطه، ففي الحالة دي البنك ممكن ان هو يمول لك شراء هذه الشقة. ده ممكن بعضكم يستفيد من هذا الموضوع، يعني خاصة انها معمولة اساسا عشان تشجيع الشباب ان هم يشتروا شقة. وطبعا من ضمن الشروط بتاعت القرض ده ان لازم يبقى عندك دخل، يعني تكون بتشتغل ويكون مرتب بتاعك في حسب القواعد، يعني زي ما بقول كده ان انت القسط ما زيدش عن 50% من السالري بتاعك، يعني من المرتب بتاعك. دي معلومات عامة كده، وقد يكون بعضها مفيد لبعضكم، خاصة في موضوع التمويل العقاري، انتوا على وشك التخرج فانتوا من الناس اللي ممكن تستفيدوا من التسهيلات اللي عاملها الحكومة يعني دي. طيب يبقى البيزك برينسيبلز بقى بتاعت اي قرض حكومي، اولا لازم الدفع يبقى منصلي، مفيش حاجه اسمها ادفع كل سنه، مفيش كده يعني، نو انوال بيمنت لا، و3% زياده عن الانترست بتاع اللي انت بتاع شهادات الاستثمار او شهادات الادخار اللي انت بتاخد بضمانها يعني. فلو كان مثلا الفايده المعطاه لك 12% يبقى فايده القرض 15%. لا البند ده اتلغى دلوقتي حاليا يا شباب، البند الثالث ده مش موجود. افتر كالكوليتنج ذا مونثلي بيمنت بتضيف 2.5% عموله، دي اتلغت، دي اتلغت خلاص حاليا في الوقت الحالي، دي ملغيه، هو 3% فوق الفايده وخلاص. مثلا مثال كده، كالكوليت ذا مونثلي بيمنت فور 100,000 جنيه تو بي بايد باك ان 5 ييرز، يعني واحد خد قرض 100,000 هيدفعه في 5 سنين يعني. If the current interest is 12%. ف 12% دي بقى بتحسب على 15%. وخمس سنين يعني 60 شهر. هنا أنا بعمل حساباتي على أساس المونثلي انترست ريت. فالمونثلي انترست ريت على 15%، 1.5% تساوي 1 زائد أيام أس 12 هتطلع أيام. هنا هتقول 100,000 بتساوي إيه؟ القانون بقى اللي هو 1 - 1 + i أس ناقص إن اللي هو عدد مرات الدفع اللي بتدفعها تبقى 60، اللي هي 5 سنين اللي هي 60 شهر على الآي، فيطلع 2300. لا الحتة دي إلغيها في الوقت الحالي خلاص، دي اتلغت، يعني كانت موجودة واتلغت. يبقى أنت كأنك بتدفع لمدة 60 شهر 2329 جنيه. دكتور، هو السؤال لو مش محدد ان هو بضمان السالري يبقى هيبقى ضمان شهاده؟ لا هنا ده مش بضمان السالري، ده بضمان شهادات استثمار عندك بتاخد 12%. فهو بيحسب لك انا قصدي عشان لو مش مكتوب يعني اعتبر ان هو بضمان الشهاده. بضمان الشهاده شكرا. هنا بص يا شباب، في ساعات حاجات بيستخدموها في البنوك علشان
يعني ايه يرغبك في انك تاخد قرض اللي هي simplified fixed rate interest rate calculation. بص يعني يقول لك في المثال اللي فات ده الاكسس بيمنت من 5 years هيبقى كده اللي هو 60 في المبلغ اللي انت بتدفعه ناقص ال 100,000 يبقى اللي انت دفعته زياده كام؟ 43,220. يقول لك ده على مدى كام؟ 5 سنين. يقسم لك على 5 يبقى انت كانك دفعت في السنه كام زياده؟ 8,644 جنيه. يقسمها لك على ال 100,000 اللي انت خدتها يقنعك ان هي 8%. الحقيقه مش 8%، الحقيقه زي ما احنا شفنا في المساله اللي فاتت دي 15%. يعني خلي بالك ان سمبليفايد فيكسد ريت انترست دي نوع من الخداع، نوع من الخداع دي الموظفين في البنوك بيحاولوا يروجوا بيها عشان تاخد قرض. عشان تاخد قرض يقول لك بص يعمل لك الحسبه دي، فيقول لك بص كانك بتدفع كام في الميه زياده؟ 8% زياده، حقيقتها كام؟ 15. زي ما كنت قلت لكم في الموضوع بتاع ايه؟ بتاع واحد بيقسط سعر العربيه لو تفتكروا معايا، هو برضو كان بيقول لك انها 7% الحقيقه بتاعتها كانت 15. الحقيقه بتاعتها 15%. فاوعى تتخدع بالسمبليفايد فيكسد انترست ريت دي. اوعى تتخدع بالحسبه دي غلط. الحسبه دي غلط وتستخدم للترويج. للترويج للقروض. طبعا الرد بيبقى يعني بسيط جدا. قول له يعني البنك بياخد مني 8.6% ارباح وهو بيديني 11 او 12%، يعني البنك بيخسر؟ ده الرد عليه ببساطه. طبعا لا يمكن البنك يخسر يا شباب، لا يمكن البنك يخسر. فطبعا ايه اوعى تنخدع بالحسبه دي، الحسبه دي غلط خالص زي ما اثبتت لكم في الموضوع اللي بيقسط العربيه، ده نوع من الخداع. طب انا كالكوليت ذا مانثلي انستولمنت اوف 200,000 لون اف ذا كارنت انترست ريت 13%، يعني على اساس ان انت واخد بضمان حاجه 13%. فايند اولسو ذا سمبليفايد انترست ريت اف ذا لون بيريود از 7 ييرز. طيب اول حاجه ده زي ما بنقول دايما انت بتحسب على فوائد شهريه، هنا 13 زائد 3 16%، فواحد زائد اي تساوي واحد زائد اي ام اس 12، الاي دي 16%، حسبت من هنا اي ام هتقول 200,000 بتساوي الكلام ده اهو. يبقى الحسبه اهي طلعت 3852. الحته دي الغيها، الاكشوال انا ضربته في 2.5% دي اتلغت حاليا، دي ملغيه ما بقتش موجوده خلاص. السمبليفايد يقول لك انت بقى ايه، طبعا هنا المفروض بقى لو نعمل السمبليفايد ما تضربش في دي، اضرب في دي، فهتبقى 84 اللي هي جايه كام؟ اللي هي 12 في 7 دي اللي هي 7 سنين. في الرقم المفروض الرقم ده ناقص ال 200,000 على 7 سنين تقسم على ال 200,000، يعني الحسبه لغايه على 7 دي الزياده السنويه تقسمها على ال 200,000 مطلع لك 9%. طبعا لا طبعا مش 9%، هي 16% زي ما انتم شايفين الحياه بتاعتنا كام؟ 16%. ده الخداع، فلا تنخدع بحته السمبليفايد انترست ريت دي. السمبليفايد انترست ريت ده خداع. طيب بص شباب، determine the maximum loan that an employee can take if his monthly salary 5,000 جنيه. The current interest rate 12% and the loan duration 5 years. Note that the maximum monthly installment is 50% of the monthly salary. كويس؟ تمام. يبقى انت كانك هنا في الحسبه دي هو دلوقتي عايز يقول لك الاقصى قرض الراجل ده ممكن ياخده قد ايه؟ طيب هنا يا شباب القسط لازم ما يزيدش عن كام؟ ها 2,500. 2,500 يبقى القسط معروف، الاي معروفه اللي هي 2,500، والانترست هيبقى بيزد على 12% يبقى على محسوب على 15%. كويس. بص شباب لما بيكون واحد بياخد بضمان مرتبه
وضمان ايه مرتبه بيتحسب على اساس ايه؟ على احنا قلنا ايه، لو انت عندك ضمانات شهاده بتاخد 12% بيحسب على 15. طب انت هنا بتاخد بضمان مرتبك، بضمان مرتبك بيحسب على الفوائد اللي بيديها البنك. البنك دلوقتي بيدي كام فايده؟ فبيدي 12%، ف12% طبعا البنك بيحسب على ايه؟ على اعلى فوائد هو بيديها. يعني عنده شهادات بتدي مثلا 10، وشهادات بتدي 11، وشهادات بتدي 12، بيحسب على اعلى فايده متاحه حاليا 12%، يبقى بيحسب على 12%. واخد بالك ازاي؟ ف12% دي يبقى بيحسب على فايده 3% زياده عنها، تبقى 15%. يعني حتى لو بضمان فلوسك البنك بيشوف دلوقتي الفوائد اللي بتعطي كام ويزود عليها 3%. ده النظام يعني. فانا هنا عندي بيحسب على 15%، هنحسب منها المونثلي انترست ريت 1.15% × 1 اي ام اس 12، هطلع اي ام، يبقى هنا 2500 اهي اللي هي نص المرتب اهي، اللي هي مونثلي انستولمنت هيبقى نص في 5000 2500. وهنا يبقى دلوقتي اقصى مبلغ ممكن تاخده كقرض 107 346. انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب برضو، يمكن انا ما كتبتهاش هنا، ان الفلوس لو قال لك لو عملنا الحسبه دي يبقى دلوقتي البنك ممكن يديك المبلغ ده. الحقيقه ما بيديلكش المبلغ ده، بيديك بيخصم 1% مصاريف اداريه. يعني ال 100000 بيخصم منها 1000، يعني الرقم ده بيتضرب في 99%، ده اللي بتاخده في ايدك. يعني اللي بتاخده في ايدك بيبقى 99% من المبلغ ده، في 1% مصاريف اداريه. في بعض الاحوال زي اليومين دول كده، من بدايه من شهر اكتوبر قال لك المصاريف الاداريه دي ملغاه عشان يشجعوا الناس انها تاخد قروض، فتبقى ايه يعني يبقى المبلغ ده بتاخده كامل. لكن في الطبيعي انك المبلغ اللي بتقترضه بتاخد بيخصم منه 1% مصاريف اداريه البنك ويديك الباقي. دي القاعده يعني. طيب مثال بعد كده، determine the minimum monthly income is of an employee. طبعا عايز اقول حاجه يا شباب، ان انت لما بيجي البنك يحسب لك 50% من السالري بتاعك، 50% من السالري بتاعك مش السالري بس، السالري والحوافز والحاجات اللي انت بتاخدها. يعني بيعمل ايه البنك؟ بيقول لك هات لي الفلوس اللي انت خدتها من الشركه او من الوزاره او من المكان اللي انت بتشتغل فيه على مدى سنه، بيشوف لك على مدى سنه انت خدت كام. انت مرتبك الاصلي 5000، بس انت في نهاية السنة انت حصلت مثلا 80000، ف80 بيقسمها على 12 تطلع عليها 7000 وشوية يعني، او 6000 وشوية. فيقول لك يبقى انت المتوسط الدخل بتاعك مثلا 6500 جنيه، مش 5000. يعني بيحسب على الدخول الاخرى كمان اللي بتجيلك، يعني مش مجرد مش مجرد السالري يعني. يعني بتاخد ارباح، بتاخد حوافز، بتاخد مكافئات، وما اعرفش ايه الكلام ده كله، يبقى بيدخل في الحساب ويحسب لك 50% من المبلغ ده. عشان كده بقول الانكم بتاعك. فالانكم، فبيقول لك الراجل بيقول لك ايه المينيمم انكم بتاع شخص اس، ان هو عايز ياخد 150000 جنيه قرض 7 years loan على 7 سنين. The current interest rate is 10% and the maximum allowed installment is 50% of the monthly income. كويس؟ هو 10% يبقى بيحسب الحسابات على 13%. 13% بتحسب منها اي ام طلعت كده 1%. يبقى 150000 بتساوي نص اس، ده المبلغ اللي انت يعني القسط بتاعك، وبعدين هنا على 7 سنين تبقى قسط ناقص 84 اللي هي 7 × 12. فمن هنا بتطلع ان القسط بتاعتك لازم تبقى 5296. ده معناه ان المينيمم انكم عشان تاخد ال 150000 لازم يبقى دخلك ما يقلش الشهري عن 5300 جنيه تقريبا.
يقلش عن 5300 جنيه. ده الايه الانترست ريت، ده الايه العلاقه بين دخلك وبين القرض اللي انت ايه ممكن تاخده. لاحظوا يا شباب ان البنوك بتشجع الناس انها تاخد قروض. ليه؟ حد يقول لي كده يا شباب، ليه البنوك بتشجع واحد انه ياخد قروض؟ ها ايه رايكم؟ ليه البنك بيشجع الناس انها تاخد قرض؟ ها؟ رغم ان طبعا في وجود مخاطر، يعني في مخاطر ان الناس ما تدفعش، مش عارف ايه، حاجات من هذا القبيل. ليه البنوك بتشجع الناس انها تاخد قروض؟ شباب معايا؟ ممكن عشان ياخدوا يعني الانترست ريت يعني يستفادوا بيه. عشان يستفادوا بيه طبعا، عشان انت في فرق، يعني البنك بيكسب طبعا من اي قرض. زائد حاجه تانية ان البنك انت لما تروح تودع اي فلوس بتبتدي تاخد عليها ارباح. هو مش عايز فلوس تبقى مش شغاله، مش عايز فلوس تبقى مش شغاله. الفلوس لما هو انت واحد بيعمل ايداع، التاني بياخد قرض، يبقى اللي بيعمل ايداع بياخد 10% ارباح، اللي بيعمل قرض يبقى بيدفع 13% ارباح. يبقى البنك هنا استفاد بكام؟ ب 3% من الفلوس اللي داخله له لو هو مشغلها، وهكذا. لان خلي بالكوا شباب ان اي بنك من البنوك ما يقدرش يسلف كمان كل الفلوس اللي عنده. ليه يا شباب ما يقدرش يسلف كل الفلوس اللي عنده؟ ايه رايكم؟ ها شباب، ده ما يقدرش يسلف كل الفلوس اللي عنده. ها شباب، ايه سؤال صعب ولا الناس نامت؟ ها عشان لو حصل اي حاجة ما يبقاش معهوش يسدد يعني. لا، عشان البنك نفسه لازم يبقى مستعد اي واحد بيطلب فلوسه في اي وقت ياخدها. ففي نسبة من الفلوس لازم تكون موجودة في البنك علشان لو حد طلب الفلوس دي يقدر ياخدها. لان انت مش معنى ان انت اودعت فلوس يعني يبقى ما تقدرش تاخدها. انت في اي وقت من حقك انك تروح تاخدها. زي فهو ما بيقدرش يسلف كل الفلوس، لازم يحتفظ بجزء منها. فالجزء طبعا ليه حساباتها بقى، يعني لازم يكون محتفظ مثلا بربع الفلوس، مثلا بتلت الفلوس، حاجه من هذا القبيل، عشان لو اي حد طلب فلوسه يقدر ياخد. ما ينفعش ان حد يطلب فلوس البنك يقول له ما فيش فلوس، ما فيش حاجه من دي. فالبنك بيحاول ان نسبه كبيره من فلوسه تكون شغالة في قروض، سواء قروض دي رجال أعمال لأفراد اللي كده، علشان يبقى بيجيب فايدة للبنك نفسه. فهو بيشجعك انك تعمل قروض يعني. لكن ما تنخدعش بالطريقة اللي بيكلمك بيها البنك يعني. بس هذه النقطة يعني. طيب، هل ان انا لو خدت لون او قرض، هل يعني ده لو يعتبر investment، هل يعتبر استثمار؟ هل هو كم ده مجدي ولا مش مجدي؟ يعني بمعنى آخر إيه؟ أنا عندي مبلغ موجود في البنك، كويس؟ المبلغ اللي موجود في البنك ده بيجيب لي أرباح معينة، كويس؟ طب لو خدت قرض على هذا المبلغ، كويس؟ وهدفع ارباح هذا القرض، كويس؟ فانت لما تاخد قرض زي ما بنوضح هنا، يبقى كان فلوسك زادت. انا اخد القرض ده واحطه وديعة في البنك، كويس، واخد ارباحه، واخد ايه؟ واخد ارباحه واضيف على الارباح بتاعه المبلغ الاصلي. خلي بالك انت لما بتاخد قرض من البنك بضمان فلوسك، فالارباح بتاعه فلوسك شغالة معاك وبتدفع فيها جزء من القسط. تاني شباب، يعني أنا ما يعني إيه، تعال نشوف المثال ده. أنا عندي 500 ألف جنيه في البنك، خلاص؟
ودي دكتور الشاشة مش باينة عندي. نعم الشاشة مش باينة. الشاشة مش باينة. طيب حاضر اشوفها تاني. الشاشة باينة كده. تمام طيب تمام. لو انا خد عندي 500,000 جنيه في البنك خلاص والمبلغ ده بيجيب لي 1% في الشهر مثلا، اللي هو اساس تقريبا 12% سنوي يعني، او 11 وكسر في السنوي يعني كويس. يعني 5000 جنيه في الشهر، بيجي لي مبلغ 5000 جنيه في الشهر ربح خلاص. The question is it economically feasible to take 5 years loan 400,000 جنيه based on ال 500,000 as a guaranteed، يعني ده الضامن، الضامن بتاع يعني انا ال 500,000 دي قلت لهم انا عايز 400,000 قرض هيدوك، so that your capital increases to be 900,000 خلاص، and you pay back this loan، وهدفع الارباح بتاعت القرض ده. The nominal interest rate of the deposit is 12% while the loan interest will be 15%. كويس. Let us now compare two options. Option 1 doing nothing، ان انت تسيب فلوسك والفلوس بتاخد ارباح والارباح دي تزيد، وتشوف في نهاية الخمس سنين دول هيبقى معاك كام. الحال الثاني ان انا هاخد 400,000 جنيه وادفع الاقساط بتاعت القرض دوت، باعتبار ان ال 500,000 الفوائد بتاعتهم موجودة. طبعا هي انت في الحالة ديت ال 500,000 ارباحهم موجودة، وتشوف في نهاية في الحالة دي انت عندك في نهاية الخمس سنين هيبقى عندك ال 400 دول بتوعك وال 500 بتوعك خلاص، بقى معاك كام؟ 900,000. هل الكلام ده هيبقى احسن ولا انك ما تاخدش القرض احسن؟ الكرايتيريان اللي هنا هي اذا فيوتشر فاليو ات ذا اند اوف لون بيريود، اللي هم الخمس سنين، يعني هل في نهايه الخمس سنين؟ يبقى انا عندي يا شباب نوضح الفكره دي، عندي تو اوبشنز. ال 500,000 دي انا باخد الارباح بتاعتها وبجيب بيها شهادات جديده، يعني كل شهر باخد الربح اجيب بيها شهاده جديده، ويفضل المبالغ دي تزيد تزيد تزيد، واشوف في نهايه الخمس سنين المبلغ هيبقى كام. او ان انا خدت 400,000 دي دلوقتي وبدفع الفلوس بتاعت القرض بتاعت 400,000، وانا كده في الحاله دي في نهايه الخمس سنين بقى معايا 900,000. أن تفتكروا أنهي اللي هيبقى أفضل؟ ده اللي هنشوف في الإيه في في الحل بتاع المسألة دي. يعني المعيار بتاعي هل أعمل كده ولا ما أعملش كده، هو في نهاية الخمس سنين المبلغ بتاعك هيبقى كام لو خدت القرض، وفي نهاية الخمس سنين لو ما خدتش القرض وخدت الأرباح حطيتها في شهادات يبقى المبلغ يبقى في النهاية كام. فالفيوتشر فاليو بعد خمس سنين هو الكرايتيريان بتاعي. تعال نشوف هنحسبها ازاي. كويس. The monthly interest rate بتاع ال 500,000 قلنا 5,000. If this investment is deposited at the same interest rate يبقى ال future value F بعد خمس سنين بتساوي كام؟ بتساوي ال 500,000 اللي فلوسك زائد الارباح اللي انت بتاخدها كل شهر، دي تعتبر كانها مبلغ جاي لك كل شهر، فبتحسب له الفيوتشر فاليو. فقانون الفيوتشر فاليو بيقول ال A 1 زائد I اس N ناقص 1 على I، حيث في الحاله دي ال I دي هي ال A الفايده الشهريه، فالفايده الشهريه بتاعت اللي هي 12% بتبقى 1%، فيبقى 1% 1% أس 60 ناقص 1 على 1%، فيطلع المبلغ في النهاية لو أنت ما عملتش حاجة Option 1 اللي هي doing nothing، إنك تاخد الفلوس تاخد أرباحها تجيب بيها شهادات، يبقى في النهاية في نهاية الخمس سنين معاك 908,000. كويس؟ طيب لو أنت بقى
هي طبعا دي بينت من الاول انه ايه ان الحزبه دي افضل، لان الثانيه هتنتهي فيها بكام، ب 900,000، بس هنشوف هل انت تقدر توفر حاجه ولا لا. هنشوف، لو انت خدت 400,000 لون هتاخده على انترست 15%، يبقى الاي ام بتاعتي اهي، يبقى ال 400,000 دي بالانترست دوت هتدفع له قسط شهري من القانون ده. ادي المبلغ، ادي الاي اللي انت ده اللي هتدفعه شهري، والقانون ل 1 ناقص 1 زائد اي اس ناقص ان على اي، يبقى انت هتدفع لل 400,000 دي 9,315، يبقى انت ده قسط عليك. كويس. طيب انا في نهاية التسع سنين هيبقى عندي، الخمس سنين عندي كام؟ عندي 900,000. بس انت دلوقتي 900، انت هتاخد بقى تعمل ايه؟ ال9,000 دول، خليك معايا، ال9,000 دول هتجيبهم منين؟ المبلغ ده انا حطه في البنك، وال500,000 موجودين في البنك، يبقى انت عندك كام في البنك حاليا؟ 900,000. طيب تبقى اللي بنقوله دلوقتي ده، ال900,000 دي هتديني ربح كام؟ هديون معايا، ها؟ لان يعني المبلغ ده خدته حطيته في البنك، فبياخد ربح زي ال 500,000. فانت عندك بقى كام؟ بقى 400 و500 900. ال 900 دول هيدوك كام في الشهر؟ واحنا حاسبين الفايده 1% هنا؟ اه 9,000. يبقى تدفع، يعني انت عندك حاليا رصيد 900,000، هتاخد عليهم كام في الشهر؟ ها؟ ايه ده، الموضوع بسيط قوي، معاك 9,000 بالظبط كده. يبقى انت هتاخد من ال 400,000 دي اللي انت خدتها قرض، بس حطيتها جبت بيها شهاده او وديعه، وعندك 500,000 اصلا. يعني انت خدت ال 400 دي بضمان ال 500,000، الاثنين دول ارباحهم هيديني كام؟ 9,000، هيدوني 9,000. بس القرض ده هتدفع له كام؟ 9,315. يبقى انت خسران، يبقى انت في نهاية الخمس سنين انت كل شهر بتدفع 315 زيادة، هيتخصموا من 900,000، بس مش 315 هتضربهم في 60، لا بتحسب لهم الفيوتشر فاليو بتاعتهم، يعني خد بالك ازاي؟ فدي يعني كان الحسبه تبقى ازاي، يعني في نهايه الخمس سنين هيبقى عندك اهي، انت ابتديت عندك 900,000، انت بتدفع 9,315 بس بتاخد 9,000، يبقى انت نت بتخسر 315، فبتحسب لهم بقى ايه الفيوتشر فاليو لغايه النهايه هنا. فدول 60 دفعه اللي هي اهي ناقص 315 1/160 ناقص 1/1%، وانت معاك 900,000. يبقى في الاخر انت كأن الفيوتشر فاليو بالحسبة دي كده بقت 874,274، بينما الحسبة التانية هنا كانت مديها لي 908,348. يبقى انت لو عملت انك خدت القرض بتاعك عشان تزود مبلغك هنا، يبقى كأنك هنا انت خسرت 34,000 جنيه على مدى خمس سنين. طبعا 34,000 جنيه بالنسبه ل 900,000 او حاجه، مبلغ مش كبير. معناه ايه؟ معناه ان لو كانت الفايده بتاعت القرض اقل شويه كان ممكن تبقى انت ممكن تبقى كسبان، بس الطبيعي ان صعب قوي انك تاخد قرض من البنك وتبقى انت كسبان منه، يعني البنك لازم يبقى هو ايه المستفيد يعني. بس انا بفهمك الطريقه بتاعه التفكير والحساب يعني. طب حد ممكن يسالني يقول لي طب ما رجال ها اتفضل، هو احنا ليه عملنا الفايده بتاعه الشهاده 1% وبنتعامل على الكارد ب 12 او ب 15؟ هو عشان البنك نفسه بيدي قروض بيبقى بيساوي الفايده اللي هو بيديها، بيزود على الفايده، يعني فايده القرض غير الفايده اللي بيديها لك انت.
فاهمني؟ يعني انت بتحط، مش احنا قلنا ان فرق 3%؟ ايوه تمام، هو 3% اهو. بص هو 12% احنا محسوب على 15، احنا مش عاملين الشهاده ان هي فايده 12%. كويس، ما هو 12% بتاعت 400,000 يبقى 12% تديك كام في الشهر؟ 400,000. لا لا انا قصدي على ال 500,000 اللي في الاول اللي هو انا حطيتهم بتاخد فيهم 5,000. هي ليه الفايده قليله قوي كده؟ مش اعلى. لا يعني الفايده مش قليله، 1% 1% في الشهر يعني 5,000 دي. يعني دي 12% على السنه يعني. تمام. مش صح، مش طوط. واضحه؟ يعني بص حاليا الفايده المتاحه 11% بس. حاليا الفايده المتاحه 11% مش 12 حتى. حتى 12 دي بنسميها النومينال انترست ريت. الافكتيف زي ما شرحنا قبل كده بتبقى اكتر شويه. يعني هو مديك 1% في الشهر كانه بيديك تقريبا 12.68%. احنا شرحنا الفرق بين النومينال بيتقال 12، لكن الافكتيف اللي هو بيدولك البنك بيبقى تقريبا قريب من 13، لانه بيديلك كل شهر 1%. لكن لما يجي يقرضك لازم يقرضك بمبلغ اكتر، ما هو البنك بيشتغل لله. لما يدي لك قرض لازم يدولك اكتر، خد بالك. يعني انت بص في المساله دي عملت ايه؟ كان معاك 500,000، خدت بضمانهم قرض 400,000، بقى معاك رصيد كام؟ 900,000. ال 900,000 دي بتديك في الشهر كام؟ 9,000. بس القرض ال 400,000 عشان تدفعه على 5 سنين بتدفع له 9,315. إذن الفوائد مش مغطية القسط، بتدفع من جيبك شوية في مقابل إيه؟ إن أنت طول الفترة دي تقدر تقول إن أنت رأس مالك 900,000. يعني بص رجال الأعمال، طب رجال الأعمال دول بياخدوا قروض ولا ما بياخدوش؟ إيه رأيكم؟ رجال الاعمال بياخدوا قروض ولا بياخدوش قروض؟ بياخدوا. جميل، بدام بياخدوا قروض، طب ما هم معاهم فلوس، ما بالحسبه دي المفروض ما ياخدش قروض. الحسبه دي المفروض ما ياخدش قروض، لكن هو بياخد قرض. عارف ليه؟ عشان خلال الخمس سنين اللي في المثال ده بيتقال ان راس ماله 900,000 مش 500,000. فاهم قصدي؟ بيتقال ان راس ماله بقى كام؟ 900,000. فلما بيجوا يقيموا رجال الاعمال يقول لك انت راس مالك كام، ما بيقولكش قروضك كام، مش مهم، يقول لك راس مالك انت 900,000، غير ما يبقى راس مالك 500,000. فلما تيجي بتدخل في حاجات مناقصات ومش عارف ايه وحاجات زي كده، راس المال بتاعك انت بتتحاسب عليه. يعني بيقول لك انت راس مال الشركه بتاعتك كام كذا. كل ما كان رأس مال الشركة كبير كل ما كان الوضع المالي بتاع الشركة أفضل يعني. لكن عموما أنت لا تستطيع أن تربح من البنك نفسه، لا تستطيع أن تربح من البنك نفسه. ليه؟ لأنه مستحيل هيديك هو أرباح، ويبقى هو يطلع في النهاية خسران. يعني ده كمبدأ يعني. يعني استحالة أن البنك يديك قرض وبعدين انت تدفع من الارباح بتاعت القرض فتكسب. ده صعب. يعني هنا مثلا ممكن تيجي في مسألة اقول لك الفايدة دي اللي هي 15% دي اللي بتاعت الاقراض تبقى كام عشان يبقى ده زي ده. طب عشان ده يبقى ده زي ده لازم ده يبقى اكتر من 900 شوية، يبقى لازم القسط ده هيبقى اقل، يبقى اقل من 9,000 مثلا، 8,800 مثلا يعني. فيبقى عندك هنا بدل ناقص 315 يبقى هنا زائد 200. مستوعبين اللي بقوله يا شباب؟ يبقى عشان لو التو اوبشن تاني حتى يا دكتور معلش اقول لك تاني. يعني ممكن تجي لك مساله كالاتي، فائده الاقراض تبقى كام عشان يبقى التو اوبشنز ايكونوميكالي ايكوال، يعني عشان يطلع لي هنا نفس الرقم ده في نهاية التسع سنين. في نهاية التسع سنين هنا في الحالة بتاعتي دي
انا عندي 900,000 نقصه شويه، يبقى عشان يطلع الرقم اللي فوق لازم 900,000 دي تزيد شويه. عشان تزيد شويه لا يبقى القسط بتاعك انت بتاخد هنا 4-9,000، يبقى القسط بتاعك لازم ينقص، يبقى كام؟ ينقص شويه، لازم يبقى اقل من 9,000، يبقى اقل من 9,000 شويه. عشان هنا مثلا يبقى بدل ما عندي ناقص 315 يبقى عندي زائد مبلغ معين بحيث يطلع لي في النهايه نفس الرقم ده. فده معناه ايه؟ معناه ان القسط ده لازم يقل، يبقى الفايده لازم تقل. فمين قصدي شويه انا ممكن احطها دي كاساينمنت يعني. كان مستوعبين الفكره؟ ها؟ محتاجين كارد، محتاجين فايده الكارد تقل عشان نكسب. ايوه يبقى عشان يبقى التو اوبشنز ايكوال، عشان يبقى التو اوبشنز ايكوال يبقى لازم المبلغ ال 908,000 دي تبقى هي نفسها الحسبه دي. عشان يبقى هنا 908,000 يبقى هنا، يبقى هنا بلس ما يبقاش ماينس، صح كده؟ ها مظبوط. اه لازم يبقى هنا بلس مثلا، يعني هيبقى بلس مثلا 200 مثلا، ف 200 يبقى لو هنا، لو هنا القسط بتاعي 9,000 يبقى هي مثلا 8,800. عشان يبقى القسط بتاعي 8,800 هنا يبقى الانترست ريت هنا هيبقى المجهول، تقدر تجيب الانترست ريت الشهري ومنه تقدر تجيب الانترست ريت الايه السنوي بتاع الاقراض. يعني مثلا لو انت خدت بدل ما ده يبقى 15 يبقى 14 مثلا، انا ما حسبتهاش يعني. فلما تبقى 14 هيبقى الرقم ده هيقل، فالايه دي هتقل، خد بالك ازاي. فلو طلعت 8,800 مثلا يبقى هنا الحسبه بتاعتك هتبقى زائد 200، تقوم يطلع ده قد ده. ممكن انا بعمل، ممكن اعملها لكم يعني ونشوفها سوا مع بعض، ممكن اعملها بعد شويه، تسيبوني كده 10 دقايق ولا حاجه ممكن اعمل الحسبه دي واقولها لكم. ففي الحاله دي امتى تبقى التو اوبشنز ايكوال؟ لو فائده الاقراض تقل شويه، لكن حاليا هو البنوك كلها بتاخد 3% زياده عن ال. خلي بالكم انت لو رحت البنك يا شباب واتكلمت مع موظف بتاع خدمة العملاء ويكلمك على القروض هيقولك احنا بناخد 2% بس زيادة. الكلام ده مش مظبوط، هو في 2% زيادة زائد شوية مصاريف تانية السيستم بيحسبها، دي equivalent 1% زيادة، يعني يقولك احنا بناخد 2% فوق القرض اللي بيضمنه اللي هو الشهادات اللي انت بتضمنها. يعني معاك شهادات مثلا ب 11% يقول لك انا بعمل حساباتي على 13، لا الحقيقه بيحسبها على 14 مش على 13، الحسابات بتاعت السيستم على 14 مش 13. دايما في 1% زياده بياخدوها حسابات اداريه. على فكره يا شباب ال 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 الكلام اللي بقوله لكم انك تحسب فائده القرض والكلام ده موظفين البنوك نفسهم ما يعرفوش يحسبوها. انا كنت في البنك قريب وكنت بقول لهم انا عايز قرض كذا ومش عارف ايه وكده، فقلت له لو انا عايز يعني مثلا في الظروف الحاليه القرض 100,000، لو انت عندك شهادات الحاليه 11%، 11% لو تعمله بالحسابات اللي بقولها لك، لو 11% يبقى بيحسب على فايده كام؟ القرض بتاع البنك يبقى على فايده كام؟ ها؟ 14. لو حسبت على 14 وحسبت اي ام واو قلت انا عايز قرض 100,000 جنيه، خد بالك على 14% هيطلع لك بالظبط هتدفع 1503 في الشهر لمده 10 سنين، ده قرض 10 سنين، اقصى وقت للقرض في البنوك 10 سنين. كانت 7 سنين وزودوها بقت 10 سنين تشجيعا للناس. فتدفع 1500 جنيه تقريبا على مدة 10 سنين لمدة 120 شهر. الموظف بتاع البنك لما بقول له 100,000 هتدفع لها 1500 هو ما يعرفش. هو بيروح داخل على السيستم يحطها على البرنامج بتاعه ويروح يقول له كذا. فأنا قلت له هي 1504 بالظبط.
فراح دخل على السيستم وحسبها لي. هو قال لي انا ما اعرفش، راح مطلعها 1506، انا كنت جبتها 1500 بالظبط وخمسة، قلت فرق جنيه. فقال لي حسبتها ازاي؟ فانا بشرح له المعادلات دي وبتاع، هو نفسه ما فهمش يعني، استوعبها بصعوبه يعني. موظفين البنوك ما بيعرفوش الكلام اللي بنقوله ده يعني، دي من خبره شخصيه يعني، موظفين البنوك الكلام اللي انت بنقوله ده هم ما يعرفوش. فانت على حسب مده القرض وبناء على الكلام اللي بنقوله ده تقدر تحسب بالظبط انت هتدفع كام في الشهر، تقدر تحسب. هو موظف البنك بيدخل على السيستم يروح حاطط شويه الداتا دي ويطلع له الرقم. يعني كتير من موظفين البنوك كانوا منبهرين ان انا بحسبها وبحسبها صح بالظبط كده زي السيستم ما بيحسب، لان هم نفسهم ما بيعرفوش التفاصيل دي. يمكن دي بالنسبه لكم حاجه مفاجاه يعني موظف البنك ما يعرفش التفاصيل اللي بنقولها دي. لكن انت بقى كواحد يعني هياخد قرار وكده تكون في شركه او كده، فانت عارف مقدما ان المبلغ هيبقى كذا، عارف مقدما ان المبلغ هيبقى. وعلى فكره برضو الحساب المبسط بيبقى خدعه جامده جدا يعني. لو قلت ال 100,000 دي خليكم معايا يا شباب، هتدفعهم 1.5 في الشهر لمده 10 سنين، يبقى اجمالا انت دفعت كام؟ حد يحسبها بينه وبين نفسه. ها خدت 100,000 هتدفع 1.5 في الشهر 10 سنين، يبقى دفعت كام اجمالا؟ ها هي صعبة يا شباب؟ 180. 180 جميل، يبقى دفعت كم زيادة كمبلغ؟ 80 على كم سنة؟ 10 سنين. جميل، يبقى كأنها في السنة كام بالحساب البسيط؟ 8,000. وانت ما واخده مبلغ كام قرض؟ 100. يبقى كان الفايدة كام؟ 8%. هل دي الحقيقة؟ لا ده اللي بيروجه ليه في البنوك، الحقيقة 14% بالحسبة البسيطة دي 8%. فالحسبة البسيطة دي تقريبا بتدي نص الفايدة الحقيقية، بتدي نص الفايدة الحقيقية. أنا مرة قلت للراجل بتاع البنك، قلت له يعني البنك هيسلفني ب8% وهو بيديني 11%، سكت ما عرفش يرد. طبعا مستحيل البنك هيديك بفايدة اقل من اللي هو بيديها لك، مستحيل. فبالتالي لازم البنك يطلع كسبان في النهايه يعني. حصاروا حته السمبليفايد كالكوليشن دي، او بيسموها الفيكسد ريت. فيكسد ريت ده كلام مش مظبوط، زي المساله بتاعت العربيات اللي قلتها لكم قبل كده دي، زي المساله بتاعت العربيات فيها خديعه كبيره جدا. يبقى إذن دلوقتي ما ينفعش ان انت تاخد قرض من البنك تبقى للشروط العادية وتطلع كسبان، لا يعني هي انت خسران، بس خسران ما حاجة بسيطة يعني، زي ما انت شايفين كده يعني. المسألة هنا انت خسران مبلغ كام؟ 34,000 على 5 سنين في مبلغ 400,000. الموضوع ايه؟ نسبيا بسيط يعني. انا شخصيا الشباب لما بقى يعني، حتى لو معايا الفلوس يعني، انا كنت اشتريت لابني شقه وكده، انا ما خدتش من فلوسي، خدت قرض من البنك واشتريت له شقه، وبالنسبه لي كده احسن، بدل ما احس ان راس مالي نفسه قل يعني. بدل ما تيجي مثلا فلوسه كتير واخد منها 500,000 600,000 700,000، تحس ان يعني بدل ما كان معاك مثلا 900,000 بقى معاك 300,000 يعني. نفسيا مش حلوه، زائد ان ايه، ان الواحد لما بياخد القرض خلاص الفوائد بتاعت الفلوس بتاعتك بتخش في السداد، بدل ما انت تاخد الفلوس دي ممكن تصرفها في اي حاجه. دي مساله نفسيه بقى مش مساله حسابيه يعني. يعني انت بتاخد يعني هنا انت واخد مثلا في المثال بتاعنا ده، انت واخد 900,000 دي، واخد 9,000 دافعها اوريدي وبتدفع فرق بسيط، انت دافعها.
لكن لو هي 9000 دي بتجيلك هتلاقي نفسك بتصرف منها حاجات كتير في حاجات كتير ما تلزمش، لكن انت كده مجبر انها دخلت في القسط فمزوده لك راس مالك اهو بقى 900000. يعني في ساعات حاجات معنويه. زائد في حاجه تانية يا شباب اقولها لكم، ان انت ايه، نفترض دي ما كتبتهاش ممكن ابقى اكتبها، يعني ان انت مثلا عندك شهادات استثمار او شهادات بتاعت اي بنك من البنوك مثلا بقيمه 100,000 جنيه، وانت محتاج ال 100,000 جنيه هتجيب عربيه مثلا. يعني لو الشهاده دي تنتهي في مثلا 1/1/2023، يعني فاضل عليها سنه وشهرين تقريبا، وجيت تقول انا عايز ال 100,000 جنيه دي، تفتكر البنك هيديك 100,000 جنيه ولا هيديك اقل ولا هيديك اكتر؟ تفتكروا ايه رايك؟ لو فكيت الشهاده، لو فكيت الشهاده ماشي، هتاخد ال 100,000، هتاخدهم 100,000 ولا هتاخدهم اقل ولا اكتر؟ لا هيتخصموا، هيتخصم منه، هيتخصم منه. برافو عليك. بالتقريب يا شباب انت لما بتيجي تكسر الشهاده قبل ميعادها بتخسر رفلي 10%، تخسر رفلي 10%. يعني ال 100,000 هتاخدهم كام؟ ها؟ تخسر 10% من قيمتها، 100,000 هتاخدهم كام؟ ها؟ صعبه دي. ايه يا جماعه؟ 90,000. فانت اول حاجه لو عندك شهاده وبتكسرها تخسر، تخسر تقريبا 10% من قيمتها. فانت كده وانت واقف كده خسرت 10,000 جنيه. لكن لو خدت قرض الخساره بتاعتك تبقى اقل بكتير قوي، لو خدت قرض الخساره بتاعتك تبقى اقل بكتير قوي، على اساس ان القرض زي ما انتم شايفين كده انا باخد القرض باخد فيه مبلغ وبعدين الفلوس يبقى الارباح بتدخل في في في, في القسط نفسه. فانت كده تجنبت خساره فادحه اللي هو ايه، استرداد الشهاده قبل ميعادها، استرداد شهاده قبل ميعادها. اه شخصيا برضو عملت حاجه زي كده، كان عندي شهادات كنت بشتري الشقه اللي انا فيها حاليا، فلو كنت عايز ادفعها من فلوسي كنت هكسر شهادات، كانت هتخسرني مبلغ محترم، فرحت خدت قرض ودفعت المبلغ ويبقى الخساره بتاعتي تبقى بسيطه. فاذا الموضوع بتاع المعامله مع البنوك والحاجات دي عايز يعني خبرات ومعرفه بالقوانين اللي بيمشي بيها البنوك عشان تبقى انت مستفيد بدل ما تبقى خسران. يعني اديكم برضو مثل بسيط. مثلا جت في فتره من الفترات لما حصل موضوع التعويم بتاع الجنيه، ان عملوا الفايده كانت كام؟ حد يفتكر؟ رفعوا الفايدة جدا، بقت كام؟ حد يفتكر؟ 20%. كانت عدت ال 20. كانت 20% فعلا. فالناس بقت تعمل ايه؟ خليكم معايا. عندها مثلا شهادات ب 12%. يقول لك ايه؟ خلاص انا استرد الشهادة ب 12% دي واحطها ب 20%. تبدو كده قرار صحيح. هقول لكم بقى ممكن جدا الحسبة دي تخسرك ما تكسبكش. هقول لك ازاي. نفترض اولا دلوقتي الشهادات اللي كانت 20%، حد فاكر كانت الفترة الزمنية بتاعتها كام؟ ها؟ كانت الفترة الزمنية بتاعتها كام يا شباب؟ كانت سنة ونص. كانت كام؟ سنة ونص. تنتهي بعد كده. يسمى الماتيوريتي بتاعت الشهادة، سنة ونص. طيب انا دلوقتي عندي شهاده ب 100,000 ليكم معايا وبتاخد 12% ومعادها مش دلوقتي، فلو استرديت الشهاده ب 100,000 دي زي ما اتفقنا بكده هتاخدها كام؟ 90. لو استرديت ها 90 يا دكتور. 90. جميل. ال 90 دي هتاخد عليها فايده كام؟ هتاخد عليها فايدة 20% لمدة سنة ونص. يبقى الفايدة بتاعت الشهادة دي لمدة سنة ونص
هتبقى هي 20% في السنة، سنة ونص تبقى 30%، 30% من 90 تبقى احسبها كده بالكالكوليتر، حد يحسبها 27,000. يبقى في نهاية السنة ونص بقى عندك 90 زائد كام 27 يبقوا كام؟ جميل 117. طب لو انا ما عملتش وسبت ال 12% شغاله معايا لمده سنه ونص، ال 100,000 دي كانت هتكسب قد ايه في سنه ونص بارباح 12%؟ هتبقى 118. هتبقى في النهايه انت هتاخد 18,000 زائد ال 100 بقت 118، يبقى الحسبه دي 118 والحسبة دي 117، يبقى في كل 100,000 جنيه انت خسرت 1,000 جنيه، يبقى انت لو حولت فلوسك لل 20% تخسر ما تكسبش. الحاجات اللي بقولها لكم يا شباب دي الغالبية العظمى للناس مش فاهماها، الغالبية العظمى للناس مش فاهماها، يتقال انا حولت فلوسك لل 20% ما انت بتخسر في الاول يا حبيبي، ما انت بتخسر في الاول لما بتكسر الشهادة. الكلام ده كنت بقول لبعض الناس وانا قاعد في البنك مش فاهميني كامل اللي بقوله خالص، مش فاهميني كامل، يعني الناس بالنسبه لل 20% دي حاجه براقه جدا، فيروح محول ليه مع ان في 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 في, في الاصل هتخسر مش هتكسب، في الاصل هتخسر مش هتكسب، واخدين بالكم ازاي؟ وهكذا بقى. طيب اللي انا بقول لكم الحقيقه يا شباب معلومات مفيده جدا من الناحيه العمليه، وتفيدك جدا لما انت او تفيدك او تفيد والدك والدتك، الناس اللي بتتعامل مع البنوك او حاجه زي كده، يا ريت يبقوا فاهمين الكلام اللي بنقوله ده دلوقتي الشباب، عشان انت تطلع البنك بيكسب كتير جدا 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 من مجرد واحد ياخد قرار انه يفك شهادته قبل ما عاد 10% من الشهاده طار. طبعا هي مش بالظبط 10% لكن اراوند، يعني في الاول خالص برضه عشان تبقوا عارفين، ممكن ابقى الخص لكم الحاجات دي في الاول خالص، يعني افترضت ان انت الشهاده بتاعتك دي 3 سنين مثلا يعني، وجيت عايز تفكها بعد سنه، فبيجي يعمل عايز تفكها بعد سنه يقول لك انت خلال السنه دي خدت ارباح كام، سي مثلا خدت ارباح 1000 جنيه يروح خصم لك منهم 700 جنيه، يعني يخصم منك 70% من الارباح اللي انت خدتها، حاجه زي كده. لو جيت تفك بعد سنتين مثلا يروح حاسب كل الارباح اللي انت خدتها في سنتين ويخصم مثلا نص الارباح اللي انت خدتها، وهكذا ليها حسبه يعني. فانت لما تيجي تاخد قرار انك تفك قبل الميعاد غلط. طب الحل ايه؟ انا محتاج فلوس، خد قرض، خد قرض. انا بعمل بنزل لكم شويه مسائل او نعمل شويه مسائل على حاجه بالشكل ده. لو خدت قرض وتستنى لغايه ما تنتهي الشهاده بتاعتك هيبقى تلاقي الموضوع يبقى احسن بكتير. انا عملتها لما كنت بشتري شقتي اللي انا فيها حاليا، عملت كده، جيت بدل ما انا افك الشهادات لا اخد قرض واخلص الموضوع في نهايه الفتره ادفع الفلوس اللي عليا، بس في الحاله دي البنك ما خصم ليش من الشهاده بتاعتك حاجه. دي حاجه مهمه جدا يا شباب، واضح؟ حد حاسس ان الكلام اللي بنقوله ده مفيد ومهم ولا لا يا شباب؟ ها الكلام ده بالذات لما تتكلم مع بابا مع ماما، الناس اللي عندها حسابات في البنوك والكلام ده لازم يبقى الكلام ده فاهمينه كويس، يعني لازم الكلام ده يكون فاهمينه كويس عشان ما تاخدش قرار، انت ممكن تاخد قرار يخسرك 200-300,000 جنيه. لو مثلا انت مثلا بابا او ماما عايزين يشتروا لك شقه دي 1,000,000 جنيه، لو فكرت انت شهادات مثلا بمليون جنيه فرضا يعني، تخسر وانت واقف كده 100,000 جنيه، لازم تفك الشهادات، لكن خد قرض عليها وبتاع هتلاقي الموضوع احسن بكتير. ماشي؟ طيب نكمل المعلومات دي والحاجات دي، ممكن نبقى نزل عليها مسائل وحاجات ابقى اعملها لكم وتنزل نشوفها المرات الجايه. يا ريت يا دكتور لو سمحت. نعم
وريه ريت يا دكتور لو سمحت. حاضر هعملها لكم. حاضر حاضر شكرا. انا على فكره الموضوعات دي انا يعني انترستد فيها شخصيا بشكل شخصي، رغم ان انتم يعني اكيد عارفين انا تخصصي في الاساس الكترونيكس وكده، بس انا الاقتصاد بيستهويني ان انا درسته في درست اقتصاد في الدكتوراه بتاعتي وكده، فبالتالي انا اتشديت للحاجات الاقتصاديه وبقيت انترستد فيها جدا. يعني انا دخلت المجال بتاع ان انا بدرس المواد الانسانيه من الموضوع ده اصلا، ان انا بحب الاقتصاد جدا، بحب الحاجات الاقتصاديه والحسابات والكلام ده ممكن يكسبك يعني، لانك تعرف تاخد القرار السليم، تعرف تاخد القرار السليم. زي ما كنت بحسب لكم كده حكايه ال 20%، في كان زملاء في دكاتره في الكليه كان ساعات يجوا يسالوني يعني يقول لي كذا ولا كذا وكذا، واحسبها لهم واقنعهم ان هو مثلا ما تعملش، افضل شيء انك ما تعملش شيء. زي الحاله بتاعت شهادات ب 12% وشهادات ب 20%، فازاي انك تستمر في الحفاظ على ال 12% ده يبقى الافضل في حالتك. انا كان عندي شهادات ب 11% وما حولتهاش ل 20%، انك لما تيجي تشوف الخساره بتاعتك هتلاقيها كبيره، الخساره بتاعتك هتلاقيها كبيره. مع ملاحظه الشباب ان دلوقتي اي شهاده بتتفك حاليا حسب نوعها بقى، الارباح المتاحه حاليا في البنوك قليله، يعني اعلى ارباح حاليا 11% اعلى ارباح، في حاجات تانية ب 9% و6% كمان. ف يعني ممكن تبقى القرار يبقى مؤذي جدا، قرار غلط يعني. دكتور هي المده لما بتزيد الفائده بتزيد ولا لا يعني في البنوك؟ لا الثلاث والخمس. لا الفائده اللي بيديها لك البنك بص في حدود معينه. بص بمعنى ايه؟ يعني انت لو مثلا شهاده دي تناولناها قبل كده، لو بتديك كل شهر يبقى تحسب الفائده الفعاله في نهايه السنه تطلع سي 12% سي، لو انت بتقبض كل شهر الاي افكتيف تطلع 12%، لكن لو انت بتاخد كل 3 اشهر ممكن تبقى 12 وربع او 12.5%. لو بتاخد ده الافكتيف انترست ريت، لو كل سنه او كل 6 اشهر ممكن يبقى 12 ومثلا 7.10% كده. يعني لما بتطول الفتره الافكتيف انترست ريت هو اللي بيزيد، الافكتيف انترست ريت هو اللي يزيد مش النومينال، مش النومينال، الافكتيف انترست ريت يزيد شويه لما تطول الفتره ما بين الـ لما الفتره اللي بين القسط الربح والربح اللي بعده. لو بتاخد كل 3 اشهر تبقى الفايده الافكتيف اكتر من كل شهر، وبتاعت الست اشهر تبقى اكتر من ال 3 اشهر. ده اللي بيتابعوا البنوك. شكرا. الافكتيف انترست ريت، الافكتيف انترست ريت يبقى اكتر. طيب بنقول ايه؟ بص شباب في حاجه بقى ايه، ساعات انت تبقى عندك قرض عايز تدفعه لاي سبب من الاسباب، عايز تخلصه. انا القسط ده تعبني ومبلغه كبير وعايز اخلصه كويس. في الحاله دي اللي بنسميها accelerated loan payment، one can pay the rest of any loan at any time but he has to pay 3% over the present value p of the rest of the loan. يعني بص شباب انت عليك كنت مستلف مثلا 200000 جنيه مثلا، يعني حاليا عليك الوضع الحالي ان عليك 100000 جنيه عايز ادفعهم واخلص من القرض ده لاي سبب، يعني في الحالة دي دفعك كام؟ ما دفعكش 100000، دفعك 103. يعني البنك لو انت اتأخرت في الدفع تدفع فوائد اكتر، لو عايز تدفع مقدم تدفع كمان فلوس 3% زيادة، حاليا خلوها 5%. يعني الموضوع ده انا كنت كاتبه من 6 اشهر او حاجة زي كده، دلوقتي حاليا قال لك اي واحد خد قرض جديد بدءا من 2021 هتدفع 5% زياده، مش 3% زياده،
كويس. ف ده بيسموه بينالتي او دي يعني عقوبه للشخص اللي عايز يدفع بدري. ليه؟ لان البنك بيبقى عامل حساباته ان انت مستمر في الدفع ده لغايه النهايه، عايز تدفع بدري بنغرمك 3%. بس دي 3% من البريزنت فاليو بتاعت اللي جاي. خليكم معايا، تعالوا نشوف بقى المثال ده. One got 100,000 جنيه loan based on 11% saving certificate. خلاص. The loan period is 10 years. دي اللي أنا كنت بحسبها لكم من شوية. It is required to terminate this loan after 50 months. 50 monthly installments. يعني 50 دفعة اتدفعت خلاص. Have paid. Calculate the monthly installment of this loan. كويس. The amount to be paid to terminate the loan after 50 installments have been paid. بعدين هنا total amount paid after 50 months. هيدفع كام؟ كويس؟ total amount مقصود بقى اللي قبل كده واللي بعد كده. يعني اللي قبل يعني الجزء ده اللي انت دفعته بعد الخمسين. طب يبقى انت في الحالة دي دفعت اجمالا كام؟ ده المقصود بالحتة الاخيرة. تعال نشوف. اول حاجه هو خد بيزد على 11% بقى 14%. 14% من نحسب من القانون بتطلع ان اي ام تساوي 0.011. كويس. فال100000 وادي الاي وادي القانون بتاعنا يبقى طلع 1506 اللي قلت لكم عليه. ال100000 على 10 سنين 1500 في الشهر تقريبا. 1500 جنيه في الشهر. كويس. طيب after 50 installment have been paid الريست بتاعي هيبقى فاضل عليا كم قسط؟ 120 قسط. دفعت منهم 50 يبقى عليك 70 قسط. فيبقى البريزنت فاليو بتساوي على 70 قسط اهي يطلع 73,251. خلاص. ده المبلغ اللي انت هتدفعه بعد ما دفعت 50 قسط عشان تخلص القسط ده. تخلص ال 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 يبقى انت هتدفع المبلغ ده في 1.3%. يبقى دفعت المبلغ ده 3% من ال 73,000 و 1000 يعني حوالي 2000 جنيه يعني حوالي 2000 جنيه يعني. يبقى ده اللي هتدفع ده المبلغ اللي عليك وده اللي انت هتدفع. خلاص. يبقى اللي انت دفعته اجمالا كان 50 في 1506 زائد 75,000 وكذا دفعت. يبقى في الحالة دي كأنك دفعت كام؟ 150,748 على كم شهر؟ على 50 شهر. يبقى انت خدت 100,000 على 50 شهر دفعت المبلغ ده. ممكن من ده نقول بقى يبقى الانترست ريت يبقى كان كام وكام زي كده ممكن حسابها يعني. يعني تفترض بقى ان انت دفعت 150,000. عمرك ما هتلاقي ان انت اللي انت الاجمالي ده لازم يبقى اكتر من الاصل. طبعا لازم. يبقى انت بعد ما بتحسب البريزنت فاليو خلي بالك انت هنا ال 70 قسط دول انت بتدفعهم بعد 50 شهر 75,000 اهو. طب لو فضلت تدفع عادي كنت هتدفع 70 في كام؟ ها هتقول معايا 70 في 1500 وست. كنت هتدفع 70 في 1506 70 في 1506 يطلع 105,000 وشوية يعني. 105,000 بدل 105,000 انت دفعت كام هنا؟ 75 عشان دفعت بدري. يبقى انت وفرت كام؟ 30,000. بس ده بالحساب البسيط يعني. الحساب البسيط انت وفرت 30,000 على مدى 70 شهر. 70 شهر دي 6 سنين تقريبا يعني. 6 سنين. المثال واضح ولا يا شباب؟ ها في اي اسئله دكتور؟ هنتعامل بال 3% ولا بال 5%؟ طيب الغرامه لا هنمشي 3% اساس. هو بقى 5% حاليا فعلا يعني. يعني انا هقولها لك يعني الاكسلريتد بيمنت بينالتي مثلا 3% او لك او 5% هقولها لك. انت يعني حاليا لما تيجي تدفع مقدم عشان تنهي قرض
بتعمل كده. طب ايه اللي خلي الناس تنهي قرض او حاجه زي كده؟ هاجي لك في اللي بعد كده. بص شباب، changing loan conditions. It is possible to change a loan conditions if the interest rate of the guaranteed saving certificate dropped. خليكم معايا. البنك بيعمل حاجه كويسه. انا واخد دلوقتي القرض على شهادات بتدي 15% مثلا يعني. طب ال 15% دي اتخفضت بقت كام؟ بقت 11. بقت 11. فهو هيحسب بقى، بيحسب 3% فوق الحالي. يعني ايه؟ يعني هو كان حاسب في الاول الفايده على 18% اللي هي 15 زائد 3. طب لما بقت 11 هيحسب على كام؟ على 11 زائد 3 على 14. ده معناه ايه؟ ان القسط يقل. يعني البنك لو الارباح على شهاده الاستثمار اللي انت واخد بضمانها القرض لو انت الشهاده اللي واخده على اساسها القرض فايدتها قلت، هو بيقلل الفايده، هو بيقلل الفايده، ودي حاجه كويسه في البنوك. يعني ده اللي انا كاتبه كده. In this case the loan interest drops too. يعني لو اتخفضت الفايده هتتخفض. For example if the interest was 11% and the loan interest is 14% and it's happened so that the interest rate dropped to 9%. يبقى في الحاله دي the loan interest should be 12% instead of 14%. في الحالة دي بتتحسب على أساس الفوائد على أساس 14% مش 12% بدل 14%. فلو الشهادة الضامنة أرباحها قلت هو بيقلل القسط. كويس؟ طيب دي يا شباب، أنا قبل ما أقول المثال بقى، بصوا بقى، ممكن واحد يكون خد قرض على اساس 18% فالقسط بتاعه عالي، القسط بتاعه عالي، فيعمل ايه؟ يخلص من الـ من الـ من الـ من الفايده العادي ويعمل ايه؟ اكسلريتد بيمنت ويدفع 3% زياده ماشي، ويعمل ايه؟ ياخد قرض جديد زي مثلا هو كان واخد قرض 7 سنين وبيدفع مثلا قسط 4000 في الشهر مثلا يعني على اساس 18%. طيب ودفع منه جزء، يجي على الجزء الباقي ده يروح عامل ايه؟ يروح دفعه، يدفعه بقى من ايه؟ ايه الافضل له؟ يروح واخد لو معاه فلوس بضمان شهادات تانية عنده، شهادات دي بقى مثلا بقت 11% ويقوم واخد قرض ب 14%. ناخد القرض ب 14% يروح واخد المبلغ ده دفعه للقرض التاني الاكسلريتد بيمنت للقرض ب 18%. في الحالة دي يبقى استبدل القرض ب 14% بقرض تاني كان بيدفع له 18%. صحيح هي فيها بينالتي 3% بس هتلاقي في الاخر هو كسبان. هنبقى نعمل مسائل على الحته دي. يعني فاهم قصدي ازاي؟ يعني استبدلت قرض بقرض. استبدلت قرض بقرض كنت بدفع له 18% اروح مخلصه، مخلصه عن طريق ايه؟ عن طريق قرض تاني ب 11% ب 14%. انا وفرت 4% وتلاقي القسط بقى بدل ما كان 4000 جنيه مثلا بقى 3000 جنيه. وفرت انا كتير. هبقى نعمل بعض المسائل بالشكل ده. ودي بقى ازاي؟ على فكره الحكومات بتعمل اللعبه دي. الحكومات بتعمل اللعبه دي ازاي يا شباب؟ ان هي مثلا واخده قرض مثلا من البنك الاهلي. نفترض 10 مليار. وجه البنك الاهلي لاي سبب من الاسباب قال لك انا عايز فلوس او انت مده القرض انتهت.
فانا عايز ال 10 مليار. طب الحكومه ما عندهاش 10 مليار تعمل ايه؟ وده ما حل من الاثنين يا شباب، يا اما انت عارفين الحكومه عمرها ما تفلس. ازاي الحكومه عمرها ما تفلس؟ لان هي اللي عندها البنك المركزي اللي بيطبع الفلوس. بس لو الحكومه طبعت ورق 10 مليار ايه اللي يحصل تفتكر؟ الحكومه طبعت فلوس ايه اللي يحصل؟ ها قيمة العملة هتقل. ها قيمة العملة هتقل بالظبط، برافو عليك. اللي بيحصل بيحصل ما يسمى بالتضخم، لأن دي أصبحت فلوس موجودة في السوق، فيبقى الفلوس دي موجودة مع الناس، الناس معاها فلوس عايزة تشتري سلعة، فما فيش سلعة زيادة في السوق، يوم السلعة يحصل لها إيه؟ ها؟ الناس معاها ها؟ انفليشن يعني؟ انفليشن يحصل ايه؟ تضخم. ما بص انت في جيبك فلوس وانا في جيبي فلوس انت عايز تشتري اللابتوب وانا عايز اشتري اللابتوب ده وزميلتك عايز تشتري اللابتوب ده وكده، كلنا معانا فلوس. الراجل اللي عنده اللابتوب يعمل ايه؟ ها؟ هيعلي سعر، يعلي السعر، خد التضخم يعلي السعر. فالحكومة لو طلب منها 10 مليار وطبعت فلوس يحصل تضخم. لا الحكومة ما بتعملش كده عشان ما يحصلش تضخم. تعمل ايه؟ تيجي ال 10 مليار دي اللي هو انتهى القرض بتاع البنك الاهلي ولازم تدفعه له، تاخد قرض جديد من البنك مصر ب 10 مليار وتدفعهم للبنك الاهلي، وتبقى استبدلت القرض بقرض. دي مالكوا ازاي؟ ده اللي بتعمله الحكومات نفسها. يعني انت ايه زي ما بقولك، بس انا بعملها هنا عشان اوفر على نفسي، عشان اوفر على نفسي. هنشوف المثال. 200,000 جنيه لون is based on 11% saving certificate. Find the monthly interest rate. ايوه the monthly interest. لا the monthly installment. انا اسف. ايوه انا دي مش interest. The monthly installment A1 اللي هو القرض ده هيدفع له كام يعني. خلاص. If the saving certificate interest dropped to 9% determine the monthly مش ده برضه هتبقى المفروض installment A2 the loan period is 10 years. يعني دلوقتي في عندي لون ب 11% بيزد على 11% فهيدفع له كم في الشهر لو هي 200,000؟ طيب لو هي الـ دي دروبت بقت 9% يبقى الـ هيبقى كام؟ فاهي يبقى دلوقتي لو هي 11% ب 14% ادي الاي ام، يبقى هنا الاي 1 هي اللي مجهوله ودي ال 200,000 طلع 3012. كويس. If the interest dropped to 9%, the loan interest will be 12 اللي هي 9 plus 3. فهنطلعنا هنا IM اهي. فمن هنا هيطلع ان A2 بقت كذا. انا بقى هبحط بعض امثلة تانية يا شباب. منكم معايا ان احنا ايه ان انت لو استبدلت لو جيت في وسط القرض ده. لو جيت في وسط القرض ده و دفعت يعني كنت دفعت جزء من انا اسف دي الانستولمنت يعني الانستولمنت تبقى ايه يعني مره هنا يعني بص شباب دي بتعبر عن ايه برضو ده اقول لك هدف المساله دي ايه يعني انت كنت بتدفع 3000 هتدفع هنا كام 2800 يعني لو يعني لو في وسط القرض ده الفايده نزلت من 11 ل 9 فاللي انت كنت بتدفعه قسط 3000 هتدفعه 2800 ده المعنى بتاعه يعني البنك نفسه بيخفض القسط بتاعك لو الفايدة قلت لو الفايدة قلت. طب هل من مصلحتي ان انا مثلا اخلص من المبلغ ده او لو كانت الفايدة عالية واستبدله بواحد تاني؟ هعمل لكم بعض المسائل ونناقشها بإذن الله المرة الجاية بإذن الله. ف دي كده معلومات عن القروض البنوك وازاي بتتحسب والشروط بتاعتها وكل الكلام ده يا شباب. في كثير من الاحيان انك
تيجي تخلص من قرض كان بمبلغ كبير تخليه قرض بمبلغ القسط بتاعه بسيط، ده بيبقى مكسب كبير ليك، بيريحك انت، بيريحك انت في انك بدل ما بتدفع مبلغ كبير تخلينا يعني. هنا التخفيض انا مقصود هنا التخفيض هنا حوالي 200 جنيه، 200 جنيه تقريبا يعني. التخفيض بتاع القسط بقى 200 جنيه في الشهر، لان الفايده بتاعت الشهاده بتاعتك قلت، كانت 11% بقت 9%، من 11% بقت 9%. ماشي. لو حبيت ان انا اعمل بعض المسائل واثناء الاسبوع ولا خلاص، المره الجايه تبقى مره طويله، المره الجايه تبقى مره طويله نزود عليها. يعني مثلا احنا دلوقتي خلصنا تقريبا الساعه 10 دلوقتي، يعني بقى لنا ساعه ونص، المره الجايه ممكن يبقى فيه ساعه زياده، هبقى احط بعض مسائل قبل ما ابتدي موضوع جديد. ها اخر ميعاد الاستلام الاسايمنت النهارده الساعه 6 بعد الظهر زي ما اتفقت مع زميلتكم ندى. ماشي شباب، في اي استفسارات؟ ها دكتور، هو ممكن سؤال؟ هو احنا الاي اما بنجيبها اللي هي الانترست ريت، هو في ابروكسيميشن لعدد ديسمال معين يعني نسبه عنده؟ لا يعني يعني بص، لو دي مثلا 0.0109 او 09 خلاص انا بعتبرها 1 يعني. الفروق ده بص بصوا شباب، هنا زي ما انت شايف كده مثلا 3000، نفترض هي 3012، لو انت طلعت 3010 احسبها لك صح يعني. يعني هنا بدل هي 2799 او 2800، يعني فروقات بسيطه في المبالغ دي خلاص يعني مسموح بيها يعني. تمام. يعني لو تحدى طلع لي هنا 3008 ماشي، مش مشكله. اصلا في الانترست ريت لما مثلا انا عملتها كانت 0.04، واحده عملتها 0.035، عمل اختلاف جامد يعني. لا 35 من 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 4 كتير. لا يعني بص، في الانترست يعني مثلا نقول لازم الرقم الثاني يبقى صح والرقم الثالث يبقى مقرب، لكن مش هيبقى مهمل يعني. 0.01 غير 0.011 هتفرق، عشان بتترفع القص كبير يا بنتي. تمام. انت تعبان في ايه؟ ده الكالكوليتور بتقول له ستور، وبعدين بتقول له ارفع القص او اعمل حاجه بيعملها يعني. يعني مش، لكن في التقريب مسموع بيه بس في حدود مش كبيره قوي يعني، بالذات في الانترست ريت. يعني الرقم النهائي ده لو ماكسيمم 1% ايرور. تمام. الرقم النهائي ده ماكسيمم 1% ايرور يعني، لكن في الطبيعي مش هيطلع فروق كبيرة، الطبيعي ما تطلعش فروق كبيرة يعني. تمام دكتور. معلش بس كان عندي سؤال، حاجة ليها علاقة باليونيفورم بايمنت. هو انا عارفة في اليونيفورم بايمنت ان عند البريزنت فاليو المفروض ان انا ما كنتش دفعت حاجة، لو حصل وكنت دفعت هل ممكن اجيب بقانون اليونيفورم واجمع القيمة اللي دفعتها عند البريزنت، ولا ده غلط؟ لا تاني سؤال تاني عشان يعني انا في اليونيفورم، يعني انا في اليونيفورم بايمنت الشرط انه ان عند البريزنت فاليو المفروض ما كنتش دفعت حاجه عشان استخدم قانون اليونيفورم. اي لا اللحظه انت بتحسب فيها البريزنت فاليو تكون ما دفعتش حاجه. لو حصل وانا كنت دفعت يبقى المفروض ان اول بايمنت بعدها 1 بيريود يعني. تمام. لو حصل بقى وانا دفعت عند البريزنت بس بقيت البيمنتس يونيفورم، هل ممكن استخدم قانون اليونيفورم وبعدين اجمع القيمه اللي دفعتها عند البريزنت، ولا ده ما ينفعش؟ لا ينفع. تمام. هتضيف بقى القيمه اللي انت دفعتها في اللحظه دي في البريزنت. تمام ماشي اوكي، شكرا دكتور. ماشي، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، والنهارده الساعه 6 نهايه الاساينمنت 1 باذن الله. وانا هعمل شويه مسائل تانية خاصه بالحاجات البنوك لانها مفيده جدا 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 يا شباب، مفيده جدا. ماشي، اشوفكم على خير. بالنسبه للمشروع الناس بقى ان شاء الله ممكن تبقى معانا، تبلغ بقى الدكتور حسين ويبقوا هم يتصلوا بيا ويقولوا لي، بيبعتوا لي الاسماء عشان نبتدي نرتب نتقابل ازاي ونعمل ايه وكلام زي كده. الناس اللي هتقرر تبقى معانا في المشروع اهلا وسهلا يعني. ايوه دكتور، معلش عندي سؤال. هو اتفضل. لو مثلا عندي يونيفورم بايمنت عادي وكل حاجه، ومثلا
عايز يجيب التوتال اماونت بيد، بجيبها ان انا يعني بجيب البريزنت فاليو بتاع يعني بتاع البيريد اللي انا دفعت فيها كلها، ولا بجيبها في اخر سنه في الفيوتشر؟ عشان مش فاهمه الفكره. هو لو هي التوتال اماونت بيد دي انا محاسبها بالطريقه المبسطه، لو عايز تحسبها بالطريقه المظبوطه قوي يبقى حاجه يعني في المثال اللي قلناه يا بنتي الاكشوال اللي احنا عملناه، كنا بندفع 1500 في الشهر مثلا لمده 50 شهر، وبعدين جينا بعد 50 شهر دفعنا المبلغ المتبقى علينا اكشوالي. لو انا ممكن المثال ده ابقى اكمله معاكم المره الجايه، لكن هقول لك تعمل ايه. لو عايز بالحساب المظبوط هقول ان انا دفعت ال 1500 دي لمده 50 شهر، هحسب لها مثلا البريزنت فاليو بتاعتها ان انا فضلت ادفع 1500، واخد بالك ازاي؟ الـ 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 الفايده القيمه الحقيقيه اللي انا بدفعه بيتحسب على اساس الانترست ريت المتاح ليا. يعني ايه المتاح ليجي؟ 11%. فبقول انا دفعت 1500 لمده 50 شهر، البريزنت فاليو على اساس 11% البريزنت فاليو بتاعتهم تساوي كذا، وبعدين جيت بعد 50 شهر دفعت 75,000، فالبريزنت فاليو بتاعتهم تساوي النهارده ال 75,000 مقسومه على 1 زائد اي ام اس 50 الاي ام اللي هي المنصري، يبقى ده كده كاني جبت البريزنت فاليو للمبلغ المدفوع كله. لو عايز احسبه القيمه بتاعت المبلغ المدفوع ده بعد 50 شهر اضرب في 1 زائد اي ام اس 50. مش عارف كامل اللي انا بقوله ده واضح بالنسبه لك ولا صعب؟ تمام. يعني انا لما يقول لي total amount paid بجيب كله في البريزنت، اجيب لا الصح بتاعها اجيب كله في البريزنت، ولو عايز يقول لي التوتال اماونت لو قال لي بريزنت فاليو يبقى بتحسبه عند زيرو، يبقى تشوف المبلغ اللي انت دفعته كله وتحسب له بريزنت فاليو عند زيرو على اساس الفايده المتاحه ليا مش فايده القرض. فما قصدي زي بنتي تمام. القرض ده بيدفع على 14 ماليش دعوه، بس انا نتيجة ال 14 بدفع 1500 المتاح ليا 11%، فاجي احسبه على اساس 11% عند الزيرو، وبعدين المبلغ بتاع ال 75,000 اللي اتدفع في الاخر احسب له الايه البريزنت فاليو بتاعته دلوقتي، يبقى هقسم على 1 زائد اي ام اس كام؟ اس 50. ده البريزنت فاليو. لو عايز اجيب القيمه بتاعه الفلوس دي بعد الشهر ال 50 يبقى اعملها فيوتشر فاليو، يبقى بعد ما جبت البي دي اعملها فيوتشر فاليو. يعني كان دي ده 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 المبلغ الحقيقي اللي مدفوع بعد 50 شهر. انا كنت عاملها بطريقه مبسطه، لكن لو انا قلت لك البريزنت فاليو المبلغ اللي انت دفعته كله، يبقى هتجيب البريزنت فاليو وبعدين وتجيب البريزنت فاليو ال 75,000 اهي، عايز تنقلها بعد 50 شهر يبقى تضرب في عدد اي ام اس 50. لو انت اللي هي ده القيمه الحقيقيه اللي دفعت بعد 50 شهر. ده 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 ده, ده المظبوط او ده لا، بس لازم حد يكون محدد. هات لي البريزنت فاليو للمبالغ المدفوعه، هات لي القيمه المدفوعه الافكتيف فاليو اللي كانه دفع بعد 50 شهر، هتجيب بقى الفيوتشر فاليو. طب دكتور معلش، يعني هو لو قال التوتال اماونت بيد وانا ماشي يونيفورم، لو انا جبتها فيوتشر فاليو عند اخر يونيفورم اند 50 شهر مثلا، لو انا جبت فيوتشر فاليو حطيت الان ب وحطيت الان ب 50 كده انا جبت التوتال اماونت اللي انا دفعته ولا عند الفتره ال 50 بس؟ لو هتجيب الفيوتشر فاليو على اساس 1500 بيدفعوا كل شهر كل 50 شهر، يبقى كانك يعني دي بقى التوتال اماونت او التوتال يعني ده التوتال اماونت بيد افتر 50 شهر، يبقى زي ما انت بتقول كده تحسبي فيوتشر فاليو للاقساط الشهريه عند شهر ال 50 زائد المبلغ اللي اتدفع بقى في شهر ال 50. هو مش كده كده لما بستخدم يونيفورم بيمنت ده بيحسب المبلغ اللي اتدفع عند ال 50 لانه لازم ابقى دافع عند الشهر ال 50؟ تدفع عند شهر ال 50 بعد ما دفعتي القسط اللي هو رقم 50 يعني، عشان كده انا قلت افطر 50 بيمنت بين دن يعني.
يعني بعد شهر 50 انت دفعتي، يعني كانك في النهايه خالص انت دفعتي القسط بتاع الشهر 50 زائد 75000 عمليا. يعني انا فاهمه حضرتك، كنت بس بسال عشان ها اللي هو لما بيسال عن توتال اماونت بيد لو انا دفعت عندي يعني انا 50 في المسائل هبقى حددها. طب يعني مثلا التايمر اقول حاجه يا اقول present value of the total amount، يا هقول ال effective paid value after 50 months. تمام، حالة الassignment هي المقصود بها present ولا future؟ ذا present. مقصود present. تمام ماشي. طب انا كنت فاكرة ان هي simplified وعملتها اللي هي ضربت ال A في عدد الشهور بس، فكده غلط؟ لا غلط، لو عندك وقت عايزه تعدلي بعتي واحد تاني. تمام شكرا دكتور. ماشي، اسئله ثانيه يا شباب؟ المره الجايه بقى هنبتدي 8 ونص بقى، ممكن نخلص 11 او حاجه زي كده، هنزود شويه حاجات. دكتور ايوه، يعني اللي هو لما يقول لي ان انا دفعت المبلغ كله اللي فاضل بعد 50 شهر، يبقى انا دفعته مع اخر بيمنت اللي انا في شهر 50 ولا في شهر 51؟ لا، ما بعد ما 50 دفعه اتدفعت يبقى شهر 50 اتدفع، يبقى بتحسب من 51 يعني. عشان كده حسبنا ان الباقي 70 after 50 installments have been paid. معلش ممكن تاني؟ يعني احنا قلنا after 50 installments have been paid، يعني بعد بعد ال 50 قسط خلاص، انت خلصت ال 50 قسط وبعدين بتدفع. ايوه اللي بدفعها على فكرة بقى الاخيره دي. نعم، اللي بدفعها الاخيره دي عند 51، مش عند ال 51، بعد ما دفعت ال 50 على طول، لانك لو هتعمل عند ال 51 هيتحسب عليك ارباح المبلغ اللي باقي لمده شهر. فاهم قصدي؟ يعني انت دلوقتي الدفع المبلغ بتاع ال 50 شهر، المبلغ 1500 جنيه بتاعت القسط رقم 50 اتدفعت خلاص، وهتدفع في نفس الوقت بقى دي دفعه ثانيه. حقيقه كانك بتدفع 1500 جنيه زائد ال 75000 في نفس اللحظه. اه ماشي، فاهم قصدي؟ كانك بعد ما تدفع ال 50 ايميديت هتدفع الباقي. لو استنيت 15 يوم مثلا بعد ما دفعت رقم 50 هيتحسب عليك فوائد المبلغ اللي باقي ده لمده نص شهر. فهمت قصدي؟ اه هتدفعه تاني، يعني هتدفع 75000 وكسر لو ناون دول بلس فوائد الكام يوم اللي انت استنيته. يعني لو انت برضو زي ما بقول لك، لو انت بتعمل ترمينيشن لقرض معين بتعمل، فبتقول بدفع البريزنت فاليو بتاع اللي باقي. لو بتدفعه عند اللحظه اللي هو بي 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 يعني اقول لكم حاجه، البنوك بتاخد اقساط القروض كلها يوم 28 في الشهر. يوم كام؟ 28. طبعا يقول لي ليه مش يوم 30 ولا 31؟ حد فيكم يجاوب؟ ها؟ ها؟ فبراير مثلا؟ ايوه، عشان في شهور ما فيهاش غير 28. فلو قال لك انا هاخد في اليوم ال 30 تيجي في شهر فبراير تقول له ما تاخدش مني حاجه. ده ما يجوا زي، فالقروض كلها بتتاخد يوم كام؟ يوم 28 في الشهر. واضح يا شباب؟ الموضوع انترستنج جدا ومفيد جدا في الناحيه العمليه، عشان تبقى عارف دنيتك رايحه فين وجايه منين وحاجه بالشكل ده. عايز استفسارات ثانيه يا شباب؟ ماشي خلاص، نشوفكم على خير يوم الاربعاء. والناس اللي هم يا ريت الجروب اللي هيقرر يبقى معانا في المشروع يبقوا يكلموني اول ما الجروب يتكون
والدكتور حسين يقبل الكلام ده، يبقى ريت تبقوا ويكلموني عشان نرتب ما هنعمل ايه وكده. ماشي شباب؟ اي استفسارات تانية؟ ها؟ نشوفكم على خير يوم الاربعاء الجاي بإذن الله.